الساخرون تنبت في قلوبهم نبتة خبيثة، مرض قلبي اسمه الشماتة، يعني إيش؟ يعني يفرح ببلية أعدائه مثلا. هذه دليل غرور، دليل يعني كبر. كم واحد غني شمت بالفقراء، إذا رأى المحتاج يأتي إليه قالوا آذونا وأشغلونا، ولا واحد يقترح يقول يا أخي هذا المفروض ما يصلوا معنا في المساجد، أشغلونا بريحتهم وآذونا. أحيانا ما هو كذا، أحيانا واحد يكون عنده أولاد صالحين فيبدأ يشمت بفلان، فلان هذا اللي ما عرف يربي عياله. يا أخي الله اللي هدى عيالك، والله لا تفكر إن حكمتك ولا ذكائك. كم من إنسان من العلماء وعيال الله المستعان. أحيانا إنسان يعطيه الله جماله، لامرأة يعطيها الله جمالها تفدى بدأ تسخر من الآخرين. يعني أحيانا بعض الناس يكون عنده طاعة وعبادة فيبدأ يشمت بالعاصي. ولا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، إذا رأيت مبتلى لا تسخر، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به. أسأل الله أن يهدينا يا رب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.